السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول للركن عبد الفتاح البرهان بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية. وأوضح البرهان في خطاب للشعب السوداني أمس السبت أن الشراكة هي الهدف المعلن لتحقيق السلام والعدالة، مشددا على أن الشعب أعاد تشكيل التاريخ. وتحدث البرهان بلهجة مرتبطة بجيل الشباب الذين قادوا المظاهرات وهنأ الشعب السوداني وكل قواه الحية التي شاركت في الثورة، وقال إنه اتفاق لا خاسر فيه. ووصف اتفاق 5 يوليو بأنه بداية مرحلة بناء السودان الجديد وبداية الحكم الراشد والعدالة والشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية ونبذ العصبيات والقبلية. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير جدولا جديدا للعمل الجماهيري والثوري بالبلاد لأسبوع، وألغت الجدول القديم الذي أعلنته الأسبوع الماضي والذي كان محددا لمليونية وعصيان مدني وإضراب سياسي. وبدأ الجدول الجديد أمس السبت باجتماعات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة المقبلة لوضع خطط وبرامج عمل لكيفية تصفية تركة النظام البائد واستعادة النقابات المهنية والحرفية والعمالية. أهلا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، تغطية خاصة نقف فيها على المشهد السياسي وتطور المرحلة وكيفية تكوين حكومة مدنية تلبي تطلعات الثورة. أرحب كثيرا اليوم بضيفي داخل الاستوديو الأستاذ جمال علي الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك بداية أستاذ جمال، برأيكم إلى أين يتجه المشهد السياسي الآن في السودان بعد هذا الاتفاق الذي تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي؟ مرحب بك ومرحب بمشاهديك ومرحب بكل الذين يتابعون قناة طيبة ويتابعون هذا البرنامج. بالتأكيد الاتفاق الذي تم ما بين المجلس العسكري وما بين قوى الحرية والتغيير، وإن كان قد تأخر كثيرا يعني أكثر من 3 أشهر من الترقب ومن التوتر السياسي ومن التصعيد الإعلامي تارة أخرى ومن التصعيد على الشارع مرة ثانية، ولكن واحدة من الاتجاهات التي أفضت وقادت إلى هذا الاتفاق ربما هو الاهتمام الدولي بالسودان بشكل عام. ربما هذا الاتفاق جاء بعد جولات ماكوكية ما بين اتفاقيات ومبادرات عدة بدأت بالاتحاد الإفريقي وبأثيوبيا وبالدول العربية وما إلى ذلك، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن السودان دولة محورية مهمة جدا جدا. تعلم أن السودان يجاور 7 دول إفريقية، فإن أي إشكال أمني في داخل السودان سوف يلقي بظلال سالبة على المنطقة بأسرها. طيب. لذلك كان لابد. أستاذ جمال اسمح لي، لدي تقرير كان مفترض أفتتح به هذه الحلقة لكن لا مجهز. دعنا نتابع هذا التقرير الذي يواكب هذا الاتفاق والذي الاحتفائية التي تمت، ثم نعود لنعلق عليه بكثير من التفصيل. أرجو أن تتابعوا معنا مشاهدي الأعزاء هذا التقرير الذي أعد ليكون افتتاحية هذه الحلقة. داخلية وخارجية، حيث خرجت جماهير العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية إلى الشوارع احتفالا بتوافق الطرفين حول تشكيل الحكومة الانتقالية، اتفاق يأمل الكثيرون في أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. هذا المرحلة مرحلة جديدة في تاريخ السودان، نحن نريد أن نحقق الاستقرار الأمني والسياسي وجمع الصف الوطني، فهذه مرحلة لازم يكون فيه التعافي والتصافي والتراضي السياسي، مرحلة يتطلع إليها السودانيون في استكمال عملية السلام والاستقرار في جميع مناطق النزاع من خلال إلحاق المجموعات المسلحة كافة في العملية السلمية والعمل على تهيئة الأجواء السياسية للتحول الديمقراطي المنشود. نحن نرى أن هذا الاتفاق لابد أن يستكمل، لا بد أن يستكمل ليشمل كل الحركات المسلحة ولا بد أن يشمل كل الشباب الثوار بصورة متكاملة. نحن نعتبر أنه هذه بداية، ولكن مهم جدا أن لا يقلق هذا الباب في هذا الجانب، ستظهر كثير من النقاط التي هي مطلوبة
لأنه هذه قضايا يعني استراتيجية ومهمة، قضايا السلام والاستقرار للبلد. لذا في المرحلة القادمة تتطلب ضرورة الإسراع في تكوين هياكل الفترة الانتقالية بعد اتفاق الطرفين والشروع في معالجة الكثير من الأمور الحالية التي يعاني منها المواطن، تمهيدا للانطلاق نحو التنمية والبناء. شكرا جزيلا زميلي مصطفى بكر. أعود إليكم مجددا أستاذ جمال الدين، بدأت حديثا عن يعني هذا الاتفاق الذي تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وأشرت إلى أنه يعني ربما جاء نتاج يعني فترة أشهر من الانتظار والترقب والتفاوض والشد والجذب بين طرفين. نعم. وكما ذكرت بأن هذا الاتفاق جاء برعاية دولية، وربما لموقع السودان المهم، كما ذكرت بأن السودان يجاور 7 دول، وهذا يجعل السودان محط أنظار، وإذا ما تحرك السودان أي تحرك إيجابي ربما يكون في منفعة هذه الدول بأسرها. وإذا كانت هنالك إشكالات أمنية وكان هناك توتر، ربما تعلم بأن ليبيا تعاني توترا أمنيا يعني يقلق القارة الأفريقية ويقلق الاتحاد الأفريقي، وما تزال قضية الصومال حتى الآن لم تحل، وهنالك توتر سياسي وأمني كبير في دولة جنوب السودان المنفصلة حديثا. فالمجتمع لا يتقبل أن يكون هنالك إشكال أمني وتوتر أمني في منطقة مهمة جغرافيا كمنطقة السودان يعني. هذا من الجانب الخارجي، ولكن الجانب الداخلي يظل جانب مهم جدا، ما بين يعني التكتلات السياسية الموجودة والإنسان السوداني والمواطن السوداني الذي فجر هذه الثورة السلمية التي قادت وانتصرت على حكم البشير الذي استمر 30 عاما. يعني تطلعات هذا الشعب أيضا كانت هي ضاغط على المجلس العسكري وضاغط على قوى الحرية والتغيير من أجل الوصول إلى اتفاق يهدئ الشارع. يعني هذا الشارع ما زال ينتظر وما زال يترقب وما زال يثور. والشباب الذين حتى أن الفرحة لم تكن يعني لم تكن أعتقد بالحجم الذي يعني حجم هذا الاتفاق. ربما كان البعض يتحفظ على هذه الفرحة بانتظار أن يتم التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية. البعض أيضا من الشعب السوداني ينتظر إعلان أسماء أعضاء المجلس السيادي. يعني شعب السودان أصبح الآن هو ربما أكثر يعني ثقافة سياسية من ذي قبل. نعم بالتأكيد، من قبل يعني خرج علينا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بإعلان بأنهم اتفقوا على أكثر من 95% من بنود الاتفاق، ولم يتبقى إلا رئاسة المجلس السيادي. ولكن تطورت الأحداث بشكل يعني دراماتيكي سلبي وكثير جدا من التوترات. لذلك ربما الإعلان عن اتفاق الآن أي ربما أصبح مشفوعا فقط بأن هنالك رعاية دولية وهناك ضغط دولي من أجل الوصول إلى نهايات هذا الاتفاق. لذلك ربما يكون الفرح يعني مخلوط ببعض من القلق والترقب. نعم، ولكن أمنيات الشعب السوداني الذي صبر كثيرا. يعني نحن الآن أكثر من 3 أشهر دون حكومة ودون إدارة تنفيذية ربما تقود البلاد في إصلاحها الاقتصادي والسياسي والأمني. لذلك أنا أتوقع أن يكون التوقيع على الاتفاق قريبا بهذه الضغوط الداخلية والخارجية، وهنالك لجنة قانونية تصيغ البنود التي اتفق عليها في هذا الاتفاق، وربما التي لم يتفق عليها أجلت مثل المجلس التشريعي ربما بعد تشكيل الهياكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء. خطوة إلى الأمام ربما مفيدة جدا، خاصة وأنه نحتاج إلى حكومة تنفيذية تواجه التحديات الكبيرة التي يحتاجها ويعيشها المواطن السوداني. طيب أستاذ جمال، برأيكم يعني هل من صعوبات ربما قد تعطل توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير؟ يعني هل تلوح في الأفق أي بوادر؟ يعني هناك بالتأكيد هناك بعض الجهات خرجت من قوى إعلان الحرية والتغيير وقالت إن هذا الاتفاق لا يمثلها. نعم، يعني بداية الجبهة الثورية وهي واحدة من مكونات قوى الحرية والتغيير بدت اتصالا مباشرا واتصالا ثنائيا ما بينها وبين المجلس العسكري خارج إطار التنسيق الذي يتم في داخل قوى الحرية والتغيير. وربما كان أفيد لها ربما سياسيا بأن طالبت بأن يكون نصيبها في الحكم في الفترة الانتقالية 35%.
فهذه النسبة إذا ما اتفقت ما بين الجبهة الثورية ممثلة في مناوي الذي التقاه حميدتي نائب رئيس المجلس في تشاد أو جبريل الذي التقاه في أسمرة، هؤلاء اتفقوا على أن يكونوا يقودوا أو يدخلوا في محادثات ومفاوضات ومباشرة مع المجلس العسكري، وربما هي التي عجلت بأن تقبل قوى الحرية والتغيير أن تدخل في مفاوضات مباشرة، وكانت قد تمنعت، كانت يعني لا تريد أن تدخل في 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 مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، ولكن ربما موقف الجبهة الثورية، ربما موقف الصادق المهدي الذي يعني لم يتخلى عن حلفائه في الحرية والتغيير، ولكن اتخذ موقفا آخرا بينه وبين المجلس العسكري، وأصبح يتحدث بلغة فيها من الإلفة وفيها من الود وفيها من التنسيق ما بينه وبين المجلس العسكري. ربما هذه ضغطت على قوى الحرية والتغيير أن تجلس مع المجلس العسكري وأن يصل إلى هذا الاتفاق، ولكن بالتأكيد هنالك بعض الإشكالات سوف تبرز تماما. يعني هنالك لغة ربما تأتي يعني أكثر تصعيدا أو أكثر إيلاما لبعض، يعني خاصة وأن قوى الحرية التغيير كانت قد طالبت بلجنة دولية لتقصي الحقائق في أحداث 29 من رمضان اللي هي فضل الاعتصام، ولكن تحت الضغوطات رأت بأن تكون هذه اللجنة لجنة من داخل السودان يعني وفيها عضوية مستقلة. نعم يعني مستقلة وفيها كثير من يعني القانونيين التابعين للعديد من التيارات السياسية والتيارات القانونية الموجودة. في رأيي بأن الإشكال سيكون في أسماء التي سوف تشغل المناصب الدستورية في 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 مجلس الوزراء، يعني الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء. طيب أستاذ جمال، قبل مجلس الوزراء يعني حتى الأسماء التي يمكن أن تكون مرشحة لتمثل المجلس السيادي حتى الآن يعني يبدو أنها ليست واضحة، يعني لا أدري من يمكن أن يرشح المجلس العسكري. أنا شخصيا أعتقد أن يواصل المجلس الموجود بعضويته هذه خلال المجلس السيادي، لكن ربما هم أدرى، يعني أنا لا أعرف. نعم، المجلس السيادي، تشكيل المجلس السيادي من الناحية العسكرية ليس فيه مشكلة. العسكريون متفقون على من يكون في قيادة المجلس العسكري، وهم الذين الآن هم في رئاسة المجلس العسكري، سيكونون هم الذين يمثلون الجانب العسكري. ولكن كيف تستطيع قوى الحرية والتغيير تكويناتها التي تتجاوز 50 أن تتفق على أسماء وطنية محايدة غير منتمية حزبيا وتكون مقبولة لجميع الأطراف؟ هذا هو إذا ما أعليت قيم الوطنية، إذا ما أعليت قيم المصلحة العليا من أجل في أشخاص هم يستطيعون أن يقودوا هذه المرحلة بكثير من الدراية، بكثير من الشفافية، بكثير من الوطنية، ربما يمكن أن نصل إلى اتفاق وإلى أسماء تشكل المجلس السيادي. ولكن إذا ما كانت هذه الأمور تريد لها بعض القوى أن تدس يعني أسماء غير باينة الانتماء الحزبي، ولكنها تخدم قضية أجندة أحزاب معينة، ربما يكون هناك صعوبات كبيرة في الاتفاق. طيب أستاذ جمال، اسمح لي فقط ينضم إلى عبر خط الهاتف الزميل محمد عمر مراسل تغطية خاصة. محمد مساء الخير. نعم مساء النور عليك الزميل العزيز طلال، حياك الله. وأرجو محمد أن تضعني في أهم أجندة اليوم السياسية من فعاليات ومنتديات، ومن إذا كانت هناك لقاءات أو مؤتمرات صحفية عقدت خلال هذا اليوم. نعم، أبرز الأشياء التي عقدت حيث اجتمعت تنسيقية القوى الوطنية مع المجلس العسكري، ومفترض أن يكون قد انتهى هذا الاجتماع قبل لحظات. هذا الاجتماع كان يهدف لأن قوى أو التنسيقية القوى الوطنية طبعا كانت قد رفضت هذا الاتفاق الذي تم ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، هي تعتبره يعني اتفاقا مقفي فيه إقصاء لكثير من القوى السياسية حسب قولهم وحسب ما أفادنا به الأمين السياسي في حزب المؤتمر الشعبي المشارك في هذه التنسيقية. قال لنا في تصريحات خاصة، قال أن هذا الاتفاق اتفاقا فيه إقصاء لكل الحركات السياسية، فيه كذلك تدخلات خارجية، وهم يؤيدون الحل الوطني. كذلك لديهم ملاحظات على المدة الزمنية
لهذا الاتفاق في 3 سنوات. هذا جانب من الجوانب. وحراك اليوم طبعا بعد هذا الاجتماع سيعقد مؤتمرا صحفيا بدار المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي في تمام 7 مساء. فيما يتعلق ما تزال اللجنة القانونية التي تعمل للترتيب صياغة الاتفاق بين القوى، نعم، ما تزال تعمل، ومن المنتظر أن تنتهي أعمالها بعد قليل. من المتوقع أن تنتهي من أعمالها بعد قليل. هذه اللجنة طبعا مكونة طلال من 5 أفراد، 2 من قوى الحرية والتغيير، و2 من المجلس العسكري، و1 من الوساطة الأثيوبية الإفريقية. طبعا حسب مصادرنا، كذلك هناك خبر لربما رشح في بعض الصحف، عبد الله حمدوك هو أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء، وحسب كذلك ما أكد لنا قبل قليل القيادي من قوى الإعلان الحرية والتغيير. لكن هنالك كذلك بعض الترشيحات وهنالك بعض الأسماء المطروحة، من المنتظر أن يعلن عنها في غضون الأيام القليلة القادمة. طبعا طلال، أشير لنقطة جدا، إذا ما انتهت اليوم هذه اللجنة القانونية للترتيبات الانتقالية، إذا ما انتهت سيكون هناك توقيع مبدئي، ولربما تعقد قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا، والمجلس العسكري كذلك والوساطة، لربما يكون هناك توقيعا مبدئيا، ومن ثم لأن هناك طبعا بعض الترتيبات حسب مصادرنا الخاصة أن هناك بعض الترتيبات لدعوة زعماء أفارقة وكذلك زعماء عرب ولربما حتى أوروبيين وحتى يعني بعض الزعماء في العالم. أبرز من سيأتون حسب ما أكد لنا كذلك طلال لحضور هذا الاتفاق الذي حتى الآن لم يحدد له وقت، أبرز ما هم هو الرئيس الأثيوبي أو رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وكذلك موسى فكي، وكذلك عدد من الزعماء الآخرين الذين سيعلن عنهم لاحقا. على العموم الترتيبات في بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حسب ما يعني وردنا أن الأمور هي على ما يرام. كذلك يعني الحديث عن المجلس التشريعي أرجعوه طبعا كما تعلم. طيب محمد، يعني في منحى ردود الأفعال المحلية هنا في السودان، أشرت إلى أن تنسيقية القوى الوطنية اجتمعت بالمجلس العسكري وأبدت أنها غير يعني غير راضي عن هذا الاتفاق، هل هناك ردود أفعال أخرى محمد؟ بعض الإشكالات. تسمعني، سألتك عن ردود الأفعال المحلية، يعني هل هناك أي أحزاب أو كيانات سياسية أبدت رفضا أو يعني تحفظا على هذا الاتفاق عدا تنسيقية القوى الوطنية؟ نعم، يعني هي التنسيقية هذه تضم كثير من الأحزاب التي كانت تشارك الحوار الوطني، وكذلك بما فيها يعني تيار نصرة الشريعة والقانون وغيرها من الأحزاب. سوى ذلك لم نرصد حتى الآن، إلا أن هناك برضه أيضا أمر هام، الجبهة الثورية زميل طلال طبعا هي تمت وعلقت عضويتها مع تحالف قوى الحرية والتغيير، وأيضا تقول لديها ملاحظات حول هذا الاتفاق. طبعا توم هاجو نائب رئيس الجبهة الثورية كان لديه عدد من التصريحات بأن هذا الاتفاق يحتاج إلى يعني مزيد من الإجراءات، وهذا الاتفاق بشكله الحالي غير مرضيا. لكن سوى هذه الأشياء حتى هذه اللحظة لم نرصد أيا من الاعتراضات. على العموم الشارع السوداني برمته حتى اللحظة لم نرصد فيه أي ردود فعل سلبية، وإنما كل الردود التي الردود الفعل التي رصدناها طلال هي إيجابية، وهي متفائلة بهذا الاتفاق، متفائلة بالحكومة المدنية، متفائلة بما تم من الاتفاق. على الأقل يقولون حسب رأيهم أن هذا الاتفاق فيه حقن للدماء، وذلك هم يرفضون ما يعني حسب استطلاعات كذلك أجريتها الزميل طلال من يعني عين عشوائية من الشارع، هي تقول بأن من يرفضون هذا الاتفاق هم كانوا يصفقون للنظام البشير حتى آخر يوم، وكانوا
معه حتى سقوطه، فكيف يمكن لهم أن يقبلوا مثل هذا الاتفاق الذي يفضي إلى حكومة مدنية؟ ويقولون أن هذه الأحزاب توقعنا منها ما حدث لرفض هذا الاتفاق. كيف مراقبين الزميل طلال يرون أن لربما هذه الأحزاب وهذا التحالف تنسيق القوى الوطنية لربما يعني حسب مراقبين أن يراجع نفسه ولربما يعود كذلك لانضمام لهذا الاتفاق ببعض التعديلات، خصوصا أن قوى الحرية والتغيير أعلنت المصالحة للجميع أنها تقبل الجميع. أشكرك محمد، شكرا جزيلا لك الزميل محمد عمر مراسل تغطية خاصة. أعود إليك مجددا أستاذ جمال الدين، كنا نتحدث قبل أن ينضم إلينا الزميل محمد عمر عن الأسماء المتوقعة، يعني أنت أشرت إلى أنه ربما لا تسريبات بخصوص المجلس السيادي، لكن هناك أيضا سؤال مهم وهو لماذا يعني تم تقليص المجلس من 15 عضو إلى 11 عضو؟ أنا لا أدري يعني ما الفرق، نفس النسبة هي 7+7+1 و5+5+1 هي نفس النسبة تقريبا، لكن لا أدري هل لديكم يعني بحسب متابعتكم أي تفسيرات لهذا التقليص لحجم المجلس؟ هو بالتأكيد كل ما كان عدد أعضاء المجلس قليل كل ما يعني تسهلت عملية اتخاذ القرارات في داخل المجلس، وكما يعني سلاسة العمل السياسي. نعلم أن إذا ما كان هنالك أعداد يعني أو عددا كبيرا يشكلون المجلس السيادي ربما يصعب اتخاذ قرارات بصورة عاجلة، ويصعب الاتفاق على اتخاذ قرارات سيادية بصورة مرضية وبصورة ربما توافقية. لذلك كل ما كان عدد أعضاء المجلس السيادي قليل، وأنت تعرف في التاريخ أن المجلس السيادي في حكومة أكتوبر كان 5 أعضاء، والمجلس السيادي بعد حكومة يعني حكومة الصادق المهدي كان 5 أعضاء برضو في رئاسة المجلس السيادي، فدائما المجلس السيادي لا تتجاوز عضويته 5، وهذه أول تجربة ربما يكون في المجلس السيادي عسكريين ومدنيين، وربما لأول مرة مشترك لأول مرة في التاريخ السياسي السوداني. كان دائما في أكتوبر كان يعني تم تسليم للسلطة، لم يكن الجيش جزء من العملية السياسية، مجموعة من السياسيين والهيئات ذهبوا إلى عبود وأقنعوه بأن لا بد أن يتنحى كرئيس للدولة، ودع عبود تنحى وتشكل مجلس سيادي من مدنيين لأنهم هم الذين قاموا بهذه المسألة، وتشكلت حكومة سر الخاتم الخليفة، والمجلس السيادي كان برئاسة الراحل الزعيم الأزهري. نميري عندما جاء المجلس العسكري هو الذي قاد، سوار الذهب عندما جاء المجلس العسكري هو الذي قاد، البشير عندما جاء المجلس العسكري هو الذي قاد. لأول مرة يعني الجيش ينحاز إلى الشعب، وتكون هنالك رؤية ربما خوف المدنيين من استمرار حكم البشير 30 عاما، يعني خافوا من أن تكون هنالك امتدادات عسكرية، فلذلك ربما يأتي هذا المجلس العسكري مناصفة ما بين المدنيين والعسكريين لأول مرة في تاريخ السودان. ولكن التجربة هذه المرة أستاذ جمال يعني عموما تبدو مختلفة، يعني حتى في الفترات الانتقالية السابقة لم تكن هناك يعني لم يكن هناك مجلس تشريعي لا برلمان في فترة انتقالية. هذه المرة يعني البرلمان أو المجلس التشريعي كان هو أساس المشكلة بين الطرفين. طيب أستاذ جمال، يعني تحدثنا عن المجلس السيادي، طبعا ستكون القيادة للشخصية عسكرية في الفترة الأولى، ثم بعد ذلك ستكون القيادة للممثلين المدنيين في جزء من اللقاء الذي أجرته قناة البي بي سي الدولية مع الباشمهندس صديق يوسف القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير، رجل معروف، قال اتفقنا على 11 عضوا لمجلس السيادة يقوده شخصية عسكرية لمدة 21 شهر وشخصية مدنية المدة المتبقية سواء كان 18 شهرا أو تزيد. من النقاط المهمة التي قالها المهندس صديق يوسف، قال سوف نسمي ونعلن عن شخصياتنا المدنية 5 خلال 2 أو 3. هل تعتقدون أن الآن قوى إعلان الحرية والتغيير تعكف على تسمية أعضاء المجلس السيادي من طرفها؟ نعم بالتأكيد، يعني هو المجلس العسكري مكون ينتظر إعلان الحرية والتغيير في أن يعني أن ترفع أسماء المرشحين لتولي مناصب في داخل المجلس، يسمى بعد المجلس السيادي بعد ذلك، يعني لا يسمى المجلس العسكري لأنه سوف يكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين. وإذا ما اتفقت قوى الحرية والتغيير في 2 كما قال المهندس صديق يوسف وأعلن هذه الأسماء، أفتكر أنها خطوة سياسية مهمة جدا.
تعطي مؤشرات بأن هنالك اتفاق في داخل قوى الحرية والتغيير اتجاه الشخصيات الوطنية التي تتولى مناصب تنفيذية وسيادية في الدولة. نحن نخشى ما نخشى أن يدب الخلاف في الأشخاص وفي الإخيارات وفي من يمثل من، وهل هذا يمثل خصوصا يعني أن التحالف نعم الحرية والتغيير تحالف كبير يعني. نعم، وخاصة بأن يعني نعرف أن الجبهة الثورية قد أعلنت موقفها بأن هذا الاتفاق لن يمثلها، لأنها طالبت المجلس العسكري بأن يكون نصيبها في الحكم الفترة الانتقالية 35%. وهذه نقطة سنعود إليها بكثير من القراءة التفصيلية. نعم. شكرا لك، اسمح لنا نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود بعده مشاهدي الأعزاء نتواصل معكم في هذه التغطية الخاصة، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، نتواصل معكم في هذه الحلقة من تغطية خاصة، وأجدد الترحاب بضيفي داخل الاستوديو الأستاذ جمال علي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ جمال، قبل الفاصل كنا بدأنا نقاشا عن المجلس السيادي وتغيير النسب أو تغيير يعني كم الأعضاء المكونين المجلس السيادي من 15 إلى 11، لكن الجزئية المهمة هي صلاحيات المجلس السيادي، وأعتقد يعني ما يهم الشارع السوداني وما يهم السياسي السوداني هو معرفة صلاحيات المجلس السيادي. ما هي صلاحيات المجلس السيادي؟ طبعا هذه كانت نقطة خلافية ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين المجلس العسكري. المجلس العسكري كان يرى بأن السلطات السيادية اللي هي كان يمثلها رئيس الجمهورية كان ينبغي أن تكون في يد المجلس السيادي كاملة، والسلطات التي يمثلها رئيس الجمهورية طبعا هي بداية الخطورة فيها إعلان الحرب، هو من سلطات المجلس السيادي ومن سلطة رئيس الجمهورية. في هذا الوضع الانتقالي اللي هو تعيين الحكام الأقاليم أو حكام الولايات من سلطات المجلس السيادي، تعيين رئيس القضاء والنائب العام من سلطات المجلس السيادي، المصادقة على حكومة رئيس الوزراء والمصادقة على شخصية رئيس الوزراء أيضا، ربما تكون هي شكلية المصادقة على الحكومة ولكذا لأنها خصص يعني هي اختصاصات تنفيذية من قبل يعني رئيس الوزراء وما إلى ذلك. طيب تعيين السفراء. طيب بالنسبة للتعيين الشخصيات أيا كانت مناصبهم في الدولة من قبل المجلس السيادي، هذه يعني مربوطة بقرار مباشر من رئيس المجلس السيادي وقتها، أم أن يعني قضية تعيين فلان أو إقالة فلان أو اتخاذ القرار الفلاني يجب أن يتم بإجماع الأحد عشر عضوا المكونين للمجلس السيادي؟ لا، ليست هنالك سلطات مطلقة لرئيس المجلس العسكري، يعني كل قرار يجب أن يكون بإجماع بالتوافق أو بالنسبة الأكبر. أيوة بالنسبة الأكبر، أو إذا كان التصويت 50-1 وإذا كان بالتوافق الإجماعي فهو يعني تتخذ القرارات كذا. لذلك نعود للنقطة الأولى في أنه كل ما كان العدد قليل في مجلس السيادة كل ما كان القرار ربما مر بشكل من السلاسة وبشكل من الاتفاق، وكل ما كان العدد كبير ربما كانت هنالك مشكلة في الاتفاق على الشخصيات وعلى اتخاذ القرارات وما إلى ذلك. ولكن في هذه الفترة الانتقالية سلطات المجلس العسكري ليست سلطات أصيلة، يعني ليست السيادي. أي مجلس السيادي ليست سلطات أصيلة بحكم القانون والدستور. نحن نعمل في فترة انتقالية هي حكومة تسيير مهام حتى في مجلسها السيادي، تسيير مهام بمعنى أنها ليست مخولة أو مفوضة كامل التفويض الشعبي مثل ما تأتي الحكومات الديمقراطية أو تأتي الحكومات العسكرية التي تعطل الدستور وتعمل وفق الثورية الشرعية لها. لذلك هذه المرحلة مرحلة حساسة ينبغي أن لا يعني تؤخذ فيها السلطات بكامل العمل السياسي القوي والقدرة على فرض الأشياء بصورة كبيرة. لذلك الأمر التوافقي في هذه المرحلة مهم جدا، وسلطات المجلس السيادي هي أقرب إلى التشريفية إلا إذا ما كان هنالك مثلا إعلان للحرب. إعلان الحرب بعد المشاورة ما بين وزارة الدفاع وما بين المشاورة ما بين رئيس الوزراء واللجنة الأمنية التي تشكل بعد ذلك في تشكيلات الحكم الانتقالي. طيب هذا يعني أستاذ كمال أن ربما ما يهم المواطن هو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. نعم. يعني هذه هي السلطة التي من المفترض أنها تتحكم في الدولة يعني وتحرك دولاب العمل في الدولة. طيب بالنسبة لمجلس الوزراء هذا كان هناك حديث يتحدث
أنه ربما ستكون هناك 17 وزارة أو 18 لا أدري، يعني بعض المراقبين والمختصين يتحدثون عنه، كلما قل عدد الوزارات كلما كان أفضل، خصوصا وأنه يعني أننا الآن يعني مقبلين على فترة انتقالية يجب فيها تخفيض أو تقليص الصرف والابتعاد عن الترهل الإداري والوزاري. بالتأكيد يعني أنت تعلم يعني أخي طلال بأن عدد الوزراء يعني في الفترة الفاتت بحكم المخاصصة وبحكم يعني الترهل الإداري الذي صاحب الدولة كان هنالك أكثر من 72 وزيرا ووزير دولة في حكومة البشير، يعني وأكثر من 7 أو 8 من مساعد للرئيس أو يعني في 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 الكابينة القيادة يعني في ذلك. الحكومة الانتقالية هي حكومة مهام، ينبغي أن تفهم هكذا يعني، ومهام هذه الحكومة ينبغي أن تتلخص في أشياء مهمة جدا: تهيئة المناخ للعمل السياسي واستعداد الانتخابات وتكوين مفوضية انتخابات مستقلة وتأسيس قانون انتخابات شفاف وقادر على أن يمنح كل ذي حق حقه، ومخاطبة الحاجيات التي قامت من أجلها الثورة، مخاطبة الوضع الاقتصادي المتدهور، لابد أن يكون هنالك برنامجا إسعافيا من أجل إسعاف الواقع الاقتصادي، من أجل إزالة التشوهات التي صاحبت الخدمة المدنية في كثير من مناحيها. ولكن الخطورة التي ينبغي أن ننبه إليها وينبغي أن يعني يتنبه إليها كل العاملين والفاعلين في العمل السياسي، أن هذه الفترة ليس فترة يعني تشفي سياسي. نحن ينبغي أن لا ننظر إلى الماضي أكثر مما ننظر إلى المستقبل. ينبغي أن ننظر المستقبل وحاجيات المستقبل التي تخرجنا من هذه الدائرة السيئة التي قد عشناها اقتصاديا وسياسيا. لكن سيد جمال، يعني قوة على الحرية والتغيير قالت بكل وضوح أنها طلبت بهذه الفترة الانتقالية، يعني في الأول كانت تتحدث عن 4 سنوات وتم تقليصه إلى 3 سنوات لتتخلص يعني من نظام الدولة العميق. يعني هذا لا يعني أنهم سيبتعدون عن هذا الخط. ربما واحدة من الإشكالات السياسية الكبيرة جدا التي صاحبت الحكومات الوطنية السودانية، يعني كل الأحزاب على سواء عندما جاء يعني الشيوعيون في انقلاب مايو 69 مع نميري، طرحوا بكل صراحة التطهير واجب وطني، وكانوا يفتكروا كل الإسلاميين رجعيين لابد أن يقصوا، وقد أقصوا يعني في أدبياتهم وفي أشعارهم وحتى في الديمقراطية. يعني الأخيرة الصادق المهدي أيضا جاءت مقولة البلد بلدنا ونحن سيادة، وحتى لما جاء الإسلاميون في انقلاب الإنقاذ جاءوا بفكرة التمكين. يعني هذه أفيون السياسة السودانية. نحن حتى الآن نخشى تماما، يعني واحدة من المضحكات المبكيات، يعني واحدة من يعني أنا أظل أذكرها تماما، يعني رئيس أو عضو مجلس رأس الدولة في حكومة الصادق المهدي مرغني النصري عليه رحمة الله، يعني كان طرح برنامج اسمه كنس آثار مايو. تخيل أن الدولة برنامجها السياسي كنس آثار الفترة السابقة لمايو، يعني ولا تستطيع أن تكنس آثار مايو يعني. لذلك جاء مرغني النصري ومعه الكاميرات ليزيل نقش يعني حجر الأساس في قاعة الصداقة، أن وضع هذا حجر الأساس جعفر محمد نميري رئيس جمهورية السودان. وهذا ما لا يحدث إلا في السودان، يعني في كل الدول. نخشى الآن عن أن ترجع بمقولة أن والله الدولة العميقة وما إلى الدولة العميقة. كنا قد تحدثنا عندما نجح الاعتصام ونجح الإضراب والإضراب السياسي الذي نفذ، يعني أين الدولة العميقة؟ نجح بنسبة كبيرة جدا جدا يعني. فما الذي يجعل يعني الناس يعني تطرح هذه الفكرة بقوة؟ نعم هنالك إشكاليات لابد أن تصوب وأن تقوم، ولكن هنالك تحديات لابد أن ننظر إليها. يعني هذا الشباب الذين خرجوا وبهذه القوة، يعني أنا كنت بفتكر أنه ما في وطنية. احنا زمان يعني مفتكر الوطنيه دي كانت عند الناس الزمان، يعني كل جيلنا نحن والجيل الورانا والجيل كان لا ينتمي الى هذا السودان، ولكن في هذه الثوره راينا عشقا لهذا الوطن، يعني عشق رافي. راينا شباب قادر على التضحيه بصوره قويه، وقادر على العزم، وقادر على الخروج على الشارع، وقادر على تحدي الرصاص. يعني شباب عنده اراده مدهشه، يعني ما كنا نتخيل انه هذا الشباب بهذه القوه. يعني هؤلاء ينبغي ان ينظروا الى المستقبل، لم يخرجوا من اجل الماضي، خرجوا من أجل المستقبل. ينبغي للحكومة القادمة
التي تشكل من أجل إدارة الفترة الانتقالية أن تنظر إلى المستقبل أكثر مما أن تنظر إلى الماضي، إلا إذا كان الماضي يعيق حركة المستقبل لا بد من إصلاحه، ولكن أن يكون برنامجا واضحا أنه يعني كيفية إزالة الماضي هذا يعني ربما لن يكون. أستاذ جمال، في الجزئية الأولى يعني ذكرني إياها الزملاء، يعني كانوا يتساءلون عن أن المجلس السيادي هل ستكون عضوية تحالف الوقوع على الحرية والتغيير في المجلس السيادي من الوجوه المعروفة، توقعات بأن تكون من الوجوه المعروفة في عضوية المجلس السيادي؟ هو متفق عليه يا طلال بأن كل الذين يديرون الفترة الانتقالية ينبغي أن يكونوا من الكفاءات الوطنية المستقلة البعيدة عن الحزبية، حتى المجلس يعني السيادي وليس مجلس الوزراء. لا حتى المجلس السيادي وينبغي للأحزاب أن تتفرق إلى تهيئة نفسها وترتيب أمرها لخوض الانتخابات. هذا ما هو متفق عليه، ولكن نخشى أن يلتف البعض على حول هذه، وهذا ما نخشاه يعني حقيقة، بأن تأتي أسماء تلعب يعني تنفذ أجندة سياسية دون تفويض. نحن نتحدث عن فترة انتقالية، هي فترة لترتيب الواقع إلى فترة ديمقراطية وإلى انتخابات، ونتمنى أن تصحب أيضا بعض الملفات المهمة جدا. نعم. هي الملفات الاقتصادية مؤثرة جدا. طيب، الزميل محمد عمر مراسل التغطية خاصة أشار إلى أن هناك تكهنات بأن يكون السيد عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، لا أدري يعني هل هناك وصلتكم أي معلومات؟ هل يعني هذا الاسم تم تداوله بصورة كبيرة في وسائل التواصل وفي المنتديات وهكذا؟ أنا في تقديري وفي رؤيتي يعني احترم جدا حمدوك يعني كخبير اقتصادي وكأستاذ جامعي، ولكن هنالك إشارات لابد أن تحسب. يعني هل كل الذي ينجح في 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 منظمة دولية أو في 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 وظيفة دولية هل هو رجل دولة؟ يعني هذا الخطأ الذي نحن نمارسه في السياسة السودانية على تعاقب يعني الدورات. يعني رجل الدولة له مواصفات، ينبغي أن نخصص ما هي بداية، ما هي مواصفات رئيس الوزراء؟ ينبغي أن يعني ونعرض بعد ذلك الأشخاص يعني الذين تطبق عليهم هذه المواصفات. أيوة، إذا كان يعني مواصفات السيد حمدوك تتوافق مع متطلبات رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية من حيث الكاريزما، من حيث القيادة، من حيث القوة على الإرادة، من حيث قوة قيادة تيم لتحقيق مرحلة مهمة جدا في تاريخ السودان السياسي والأمن والاقتصادي، مفصلية، إذا كانت كل هذه الصفات تتوافق مع حمدوك أو مع غيره فليكن رئيس وزراء. نحن نحتاج إلى رئيس وزراء فاعل جدا، نحتاج إلى رئيس وزراء قوي جدا، يعني يتمتع ببعد سياسي، نعم، بعد سياسي دولية، واقع، وإن كان نحتاجه مستقلا غير منتمي إلى حزب من الأحزاب. هل صعب إيجاد شخصية بهذه المواصفات؟ ليس من الصعب بالتأكيد، السودان مليء بالكفاءات يعني الغير حزبية الغير منتمية. حمدوك، نحن إذا جئنا إلى التاريخ حمدوك فصل من جامعة الخرطوم لأنه كان محسوب على الشيوعيين، يعني فصلته الإنقاذ من ضمن الصالح العام يعني. طيب، إذا أخذنا بهذه الجريرة ربما الشيوعيين يكونوا أكثر حماسا إلى حمدوك في أنه هو من تاريخه القديم وربما نعم يتقلد رئاسة الوزراء. طيب، الجزئية أيضا المهمة والثالثة في هيكل الفترة الانتقالية هي قضية المجلس التشريعي، وهي مثار خلاف كبير جدا. القوى الحرية والتغيير تتحدث عن أنه يعني 67% إلى 33%، وهذه 67 كانت مثار خلاف حتى قبل لحظات. الزميل محمد عمر يتحدث عن اجتماع لتنسيقية القوى الوطنية، وهذه تضم طيفا واسعا من القوى السياسية المشاركة في العمل السياسي سابقا، تتحدث عن أنها يعني غير موافقة على هذا الاتفاق وأنها لديها تحفظات الاتفاق الذي تم بين القوى الحرية والتغيير. وقبلها التقينا بأحد القادة منهم وأشار بكل وضوح لأنهم غير موافقين ويعتبرون هذا عملا إقصائيا. طيب، أولا قضية إرجاء النقاش في هذا الموضوع الهيئة التشريعية القومية إلى 3 أشهر، لا يعتبر تأجيلا لملف خلافي كبير بين الطرفين؟ بالتأكيد طلال، بحكم أنه يعني عندما ربما كثيرون يرون بأن المجلس العسكري أخطأ خطأ فادحا عندما اعترف بقوة الحرية والتغيير كممثل للثورة، هي من أكثر الكيانات في الثورة فاعلية ولكنها ليست يعني الجسم الوحيد الذي قاد الثورة، ربما هو لهم القدح المعلى في ذلك وفي التنظيم في الترتيب وما إلى ذلك، ولكن الاعتراف بهم كممثل وحيد للثورة كان جزء يعني من أخطاء المجلس العسكري التي وقع فيها، وحاول أن يستدرك ذلك الأمر مؤخرا بعد أن يعني خرجت كثير من الكيانات
هذه الثورة لا أحد يمكن أن يصادرها يقول أنا الثورة. الثورة كانت في كل بيت سوداني، كانت في كل شارع، كانت في كل الأعمار الكبار والصغار، كان هنالك رغبة أكيدة للتغيير. حقيقة اتحاد المهنيين وقوى الحرية والتغيير كان لهم يعني السبق في أنهم نظموا هذه المسألة، ولكن الثورة عندما قامت في الدمازين وعندما قامت في عدبرة قامت قبل هذه الصورة. لذلك يعني ليس من الإنصاف أن لا يجد هؤلاء الأشخاص الذين ضحوا والذين قاموا بكثير. يعني الجبهة الثورية في حديثها مع قوى الحرية والتغيير يقولون إذا أنتم تتحدثون عن 200 أو 150 شهيد، نحن نتحدث عن 2000 شهيد، عن 3000 شهيد، عن كذا. فكل يعرض بضاعته. والله أنا قاومت بشكل من الأشكال. لذلك المجلس التشعيري لابد أن يكون من كل الكتل السياسية. نحن مع المجلس العسكري، نحن مع قوى الحرية والتغيير، بأن يبعد المؤتمر الوطني تماما من العمل السياسي في هذه المرحلة. ولكن هناك كيانات قاومت هذا النظام، قاومت نظام البشير، يعني كله قاوم بطريقته. نعم، بطريقته. هناك من عارض من داخل المجلس. ولذلك نائب رئيس المجلس العسكري الفريق حميتي بعد الاتفاق تحدث عن أنه هذا الاتفاق اتفاق شامل لا يقصي أحد، وطمأن كل حلفاء. والمجلس العسكري له حلفاء طبعا من الإدارات الأهلية، من يعني الطرق الصوفية، من هو أيضا حشد خلال الفترة وحشد الماضية. وكثير تيار النصر، تيار كبير جدا جدا، حوى كبير جدا الشريعة من التيارات السياسية. فأنت إذا ما عقدت اتفاقا ثنائيا ستكون هيأت المسرح لمعارضة قوية جدا جدا، والفترة الانتقالية لا تحتمل المعارضة ولا تحتمل تعطيل دولاب الدولة أكثر مما هو عليه الآن معطل. طيب، يعني سيكون هناك من المؤكد نقاش حول النسبة الممنوحة لقوى الحرية والتغيير وهي 67% بعد 3 أشهر. لا تعتقدون أن يعني القضية قد تكون أيضا تفتح بابا من الخلاف الحرية والتغيير السياسي مجددا؟ على قناعة الحرية والتغيير على قناعة بأنها فوتت فرصة تاريخية عندما اعترف المجلس العسكري بها كواحدة من يعني كممثل شرعي للشعب وللثورة، وأعطاها 67% من كان يجب أن توقع في ساعتها، في ساعتها، وتعلن مجلس الوزراء وتشكل المجلس التشريعي. كنا قد حقيقة يعني ربما يكون هناك تيار قوي جدا للمعارضة، ولكن كنا قد خرجنا على الأقل إلى 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 فضاء أرحب، يعني في أننا نحن استطعنا أن نحدد أمد الفترة الانتقالية. الآن لو لاحظت أخي طلال بأن الوسيط الأفريقي قال أنه هذه الفترة الانتقالية مدتها 3 أعوام أو تزيد قليلا. وهذه عبارة فضفاضة، تزيد قليلا. لماذا؟ يعني تماما يعني ما خطيره جدا، خطيره جدا. يعني ينبغي للناس ان يحددوا امد هذه الفتره الانتقاليه بالتحديد. لماذا 3 سنوات وتزيد يعني قليلا؟ وتزيد قليلا. ما في حاجه اسمها تزيد قليلا او تنقص قليلا. 3 سنوات يعني. فهذا مسكوت عنه يعني الناس يعني هذه البنود دائما استاذ جمال، البنود الرماديه او البنود الوسطيه، هذه هي التي تصبح بيئه مناسبه للخلاف. نعم. والشقاق بين نعم. بين الفرقاء. نعم. طيب، قضيه الدستور هذه كيف يمكن ان يحكم السودان خلال الفتره الانتقاليه؟ باي دستور؟ طبعا بالتأكيد عندما جاء التغيير واستلم المجلس العسكري زمام الأمور عطل الدستور الانتقالي 2005، وأعلن ربما الحالة العرفية وحالة الطوارئ وتراجع عن حالة الطوارئ. الآن يدار السودان، وكنت أرصد بالأمس أن الفريق البرهان في فترة هذه 3 شهور أصدر أكثر من 200 يعني مرسوم، يعني إذا تعيين أو كذا، وهذا عدد مهول يعني من المراسيم الغير خاضعة إلى قانون مثلا، أو غير مصدق عليها من مجلس وزراء، أو غير مصدق عليها من مجلس تشريعي. هذه سلطة مطلقة يعني، ومخيفة بكل التأكيد يعني، وإن كانت ضرورية في هذه المرحلة التي تشهد فراغا في العمل السياسي وفي الدولة بصورة عامة. ولكن ربما هنالك رجعة لأن يظل دستور 2005 يحكم في كثير من تشريعاته، على الأقل القانون الجنائي لم يعدل. القانون هنالك قوانين ستعدل، مثل قانون جهاز الأمن سيعدل ويلحق في الدستور، مثل القانون الجنائي ربما يعدل فيه بعض البنود، لأنه كان يتحدث الناس كثيرا عن قانون النظام العام. يعني فتلك إشكالات ربما تواجه المجلس التشريعي الذي من المؤكد أن تكون مهامه ليست تشريعية مطلقة، بحكم أن هذه التشريعات المطلقة ينبغي أن يقوم بها مجلس منتخب
لا ينبغي أن يقوم بها مجلس لفترة انتقالية. مهامه الأساسية تسيير مهام الدولة ومراقبة الجهاز التنفيذي. السلطة الممنوحة للمجلس التشريعي في الفترة الانتقالية هو مراقبة ومحاسبة الجهاز التنفيذي في مهامه التي ينبغي أن يقوم بها في تأدية هذه الفترة الانتقالية. طيب أستاذ جمال، عموما المجلس العسكري الانتقالي على لسان رئيسه الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رحب بهذه الاتفاقية ووعد بالحفاظ عليها وتنفيذها. دعنا نتابع جزءا من خطاب الفريق البرهان بعد توقيع أو بعد الاتفاقية التي تمت بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير. وحمايته وتحقيق تطلعات شعبه تحقيقا لأهداف المرحلة الانتقالية، فالشراكة كانت هدفنا المعلن والذي سنعمل بروحه وسنكمل به المسيرة حتى بلوغ غاياته، وهو قيام الدولة السودانية التي يحلم بها الجميع، دولة السلام والحرية والعدالة. لذا علينا الآن أن نتقدم بالشكر لكل من أسهم قولا أو فعلا لإنجاز هذا الاتفاق التاريخي. أولهم شرفاء بلادي من مختلف الفئات والمجموعات والبعثات الدبلوماسية المختلفة، المنظمات الإقليمية والدولية، الدول الصديقة والشقيقة، وأخص بالشكر الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي ومبعوثه البروفيسور محمد الحسن الإجباد، رئيس الوزراء الأثيوبي الدكتور أبي أحمد ومندوبه السفير محمود درار. كذلك تحية الشكر وإجلال لإيران وأصدقاء السودان الذين قدموا الدعم المادي والمعنوي للشعب السوداني. الشكر لقوى إعلان الحرية والتغيير وهي تقود القوى السياسية جميعها من أجل بناء الوطن. تحية خاصة جدا لكل سوار بلادي وأيقوناتها. طيب، كان هذا جزء من خطاب الفريق البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. أستاذ جمال الدين، بداية يعني هذا الاتفاق تم بوساطة دولية، لم تنجح أي من الوساطات أو المبادرات المحلية في رأب الصدع، وهذا الاتفاق الذي يعني لم يكن برأي الكثيرين أنه بالتعقيد الذي يحتاج تدخل الدولة والوساطة الدولية، لماذا فشلت المبادرات المحلية في التوفيق بين الطرفين؟ بالتأكيد هنالك كانت كثير من المماطلات، ربما كانت هنالك التأجيل المستمر لمسألة التفاوض، وربما يعني يتحدث من هم يعني أكثر دراية بالشأن السياسي السوداني ومن أولهم الإمام السيد الصادق المهدي، يعني هنالك أخطاء وقعت فيها قوى الحرية والتغيير وهناك أخطاء وقع فيها المجلس العسكري الانتقالي. بالتأكيد يعني لو كان المجلس العسكري الانتقالي يعني في حالة نفسية وسياسية وتوافقية كبيرة جدا جدا كان قد أعلن من اليوم الأول مراسيم تشكيل الحكومة الانتقالية، وكانت قوى الحرية التغيير قد يعني شكلت مجلس الوزراء وانتقلت الدولة إلى من مرحلة الثورة الشعبية في الشارع إلى ثورة الفكر والسياسة وتحقيق الأهداف. ربما عدم الاتفاق ودخول لاعبين، يعني كل ما تأخر يعني الزمن كل ما دخل لاعبين جدد في المرحلة، وأنت تعلم أن السياسة لا تحتمل الفراغ، إذا لم يكن هنالك من يملأ هذا الفراغ سوف تجي أجسام خارجية تملأ هذا الفراغ. التأخير في الوصول لإعلان وإلى اتفاق هو الذي يعني جعل الساحة السياسية فيها كثير جدا من الإشكالات لا يمكن أن تحل يعني بالتوافق ما بين يعني الفرقاء. وأنت تعلم أن يعني تيار نصرة الشريعة كان تيارا قويا وقد بدأ في الشارع قويا جدا وكان كاد أن يقسم الشارع السوداني إلى اثنين، يعني هذا تيار وهذا تيار، وهذه كانت مشكلة. في هذه المرحلة لابد أن يتمحد الشعب السوداني كله تحت مظلة الوطن ومن أجل أن نخرج بالبلاد من مرحلة كثير جدا حصل فيها من الانشقاق السياسي والاجتماعي والأمني إلى مرحلة توافقية تقود البلاد إلى فترة يعني نضوج سياسي. برأيكم هل يعني القوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الطرفين واجها ضغوطا خارجية قادتهما إلى يعني سرعة الاتفاق هذا؟ لم يأخذ زمنا طويلا يعني
أعتقد عندما تمت العودة إلى التفاوض المباشر وحتى فوجئنا بأنه تم الاتفاق. نعم، المجلس العسكري كان مهدد وكان يعني تلوح له بعصات تعليق عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي وفي الاتحاد الأفريقي، كانت هذه كان ممكن أن تحدث قطيعة دبلوماسية وسياسية للسودان ربما فيها كثير جدا من الإشكالات. المجلس العسكري كان يحاول أن يخرج من هذه النقطة. قوى الحرية والتغيير كما بدأنا في الحديث بأنها يعني كادت أن تتصدع بعد إعلان الجبهة الثورية بأنها قد خرجت وأنها قد تفاوض المجلس العسكري لوحدها، والصادق المهدي يعني حاول أن يكون لينا مع الطرفين ويتقرب إلى المجلس العسكري وكون بينه وبين قوة الاتحاديين في قوى المعارضة، كونا مجلسا تنسيقيا للتنسيق ما بين الحزبين. لذلك قوى الحرية والتغيير كانت تحس بأنها يعني كان يمكن أن تتصدع ويمكن أن تتشتت يعني ولا تستطيع أن تجد مكانا في اللعبة السياسية إذا فوتت هذه الفرصة. والكثيرون كانوا يعيبون على قوى الحرية والتغيير أنها لم تطرح برنامجا سياسيا قويا، خلاص الشارع مرحلة انتهت، ينبغي أن يكون هناك عملا سياسيا وأن تكون جرأة سياسية والتقدم إلى الأمام. كانت قوى الحرية والتغيير فقط برنامجها هو الشارع، وهذا البرنامج يعني كان معاب يعني كان عيب على الحرية والتغيير. لذلك هذه الضغوط الداخلية والخارجية ما بين المجلس العسكري سرعت هذا الاتفاق. طيب أستاذ جمال، أيضا يدور سؤال حول الضمانات يعني تنفيذ هذا الاتفاق، الضمانات يعني إذا افترضنا أنه فعلا تم التوقيع ونتمنى ذلك، يعني يتم التوقيع خلال أقل من 72 ساعة أو أي من الفترات القريبة، ما هي الضمانات لنجاح هذا الاتفاق؟ دعنا نتابع بداية هذا التقرير ثم نعود لنتناقش معك حول إمكانية أن يصمد هذا الاتفاق. يتساءل متابعون عن ضمانات تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن حكم البلاد في المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة بما يمكن من استقرار الوضع في البلاد. ويرى محللون أن قوى الحرية والتغيير نجحت من خلال الاتفاق في إجبار المجلس العسكري على الاستجابة لشروطها، لكنهم لم يستبعدوا أن يحاول العسكر البقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين بعد رئاستهم الأولى لمجلس السيادة، مشيرين إلى أن الاتفاق لا يحتوي أي ضمانات في هذا الخصوص. بحضور الوساطة، غير أن خبراء يؤكدون أن هناك جهات عدة يمكنها ضمان سير الاتفاق والمحافظة عليه، على رأسها الاتحاد الأفريقي. ويقول خبراء قانونيون إنه لا خيار لمن يحاولون نقض الاتفاق إلا عبر انقلاب عسكري، وهذا غير ممكن بحسب رأيهم. ولم يكتب الطرفان في مسودة اتفاقهما ما يحصنه من النقد في أي مرحلة من مراحل تنفيذه وفق ما يقول متابعون. قوى الحرية والتغيير أكدت وجود كثير من الضمانات المهمة التي لن تسمح بالعودة إلى الوراء، إذ ترى أن المجتمع الدولي ممثلا في الاتحادين الأفريقي والأوروبي وفي الولايات المتحدة سيكون الضامن الحقيقي للاتفاق. وأضافت أن الشعب السوداني سيكون هو الضامن الأقوى ضد أي محاولة للالتفاف على الثورة وما حققته. ويرى مراقبون أن حظوظ الاتفاق المبرم تبدو هي الأكثر قوة بعد الذي وصل إليه الشعب السوداني من وعي كبير بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة. وعلى الرغم من التفاؤل بالاتفاق، غير أنه تبرز مخاوف من تربص العناصر المتبقية من النظام السابق بالاتفاق وسعيها لوضع العقبات أمامه وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. طيب شكرا جزيلا للزميل عصام الزبير. أستاذ جمال، التقرير تناول وتساءل بكل وضوح عن ضمانات يعني صمود هذا الاتفاق، يعني وهناك أطراف أعلنت صراحة بأنها غير راضية وغير موافقة وأنها ستعمل بكل ما لديها من قوة يعني لإيجاد موطئ قدم لها. الضمان الأول لتنفيذ هذا الاتفاق هو الوسيط الدولي،
هنالك الآن لاعبين جدد دخلوا في هذه اللعبة، والاتحاد الأفريقي بالتأكيد سيكون ضامن، أثيوبيا حتكون ضامنة، الاتحاد الأوروبي حيكون ضامن، دولة تريكا حتكون ضامنة، الدول العربية. يعني هذا الاتفاق أصبح اتفاقا دوليا، النقص عنه سوف يكلف الكثير جدا. هذا أستاذ جمال، يعني هذا الترحيب الكبير الذي نعم متابعه يعني وبالتأكيد الضامن الآخر لهذا الاتفاق هو تكوين أجسام السلطة يعني الانتقالية. إذا ما تكونت حكومة برئاسة وزراء وباشرت أعمالها، ربما لم يكون هنالك إشكال في أنه مدنية أم عسكرية، وإذا تكون المجلس السيادي وباشر أعماله ربما تحصل بعض الإشكالات يعني في كيفية اتخاذ القرار وبعد، وهي يعني ربما تصبح مقبولة في مثل هذه الظروف يعني الانتقالية. ونحن نعلم أن الثقة ربما مهزوزة ما بين المجلس العسكري وما بين قوى الحرية والتغيير، ولكن إذا تحدثنا عن لاعبين جدد هم يعني مستقلين ووطنيين وحكومة كفاءات، يعني هؤلاء ليس لهم يعني مشاكل مع المجلس العسكري وليس لهم مشاكل مع أي قوة سياسية، سوف يعملون من أجل تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية بكل شفافية وبكل جدية. لذلك أتوقع أن تحصل بعض الإشكالات، ولكن سوف تكون هنالك الحلول، مهما صعبت ستكون هنالك الحلول، وسوف تمضي الفترة الانتقالية إذا ما تكونت هذه الأجسام برؤية وطنية خالصة وبأشخاص ذو كفاءة وذو مقدرة كبيرة جدا على إدارة الشأن العام بكل تجرد وبكل اقتدار وببرنامج واضح، خاصة البرنامج الاقتصادي. المواطن السوداني ينتظر تغييرا في معاشه، نحن نعلم إذا ما هذا ما يهمه، هذا ما يهمه بداية. إذا ما استطاعت الحكومة القادمة في أن تكبح جماح التضخم الاقتصادي والأسعار المتصاعدة وتحل مشكلة السيولة بصورة كبيرة جدا، ربما يحصل انفراج وارتياح عند المواطن السوداني، ومن بعدها تستطيع الحكومة أن تعمل في الفترة القادمة، خاصة وأن 6 شهور الأولى في هذه الفترة الانتقالية خصصت من أجل تحقيق السلام مع يعني الحركات المسلحة. إذا ما أفلحت الحكومة في مجلس السيادة عموما سبقها المجلس العسكري بمدى اتصالات نعم يعني، ولكن لا بد من الوصول إلى نهايات مرضية وإسكات نار الحرب. يعني إذا ما سكتت نار الحرب ربما توجه الكل إلى التنمية وإلى الاقتصاد، ربما تعافينا وربما وضعنا أسس في أن نذهب إلى فترة ديمقراطية ولا عودة إلى حكم العساكر مرة أخرى. طيب دعنا نتابع هذه الاستطاعات أستاذ جمال مع عدد من المهتمين من المواطنين وغيرهم بهذا الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير، ثم نعود نعلق عليه. أفتكر أن الاتفاق اتفاق مرضي، الناس قدامها تحديات كبيرة في بناء الثقة وفي العمل الدؤوب. شيء برضو مهم جدا أنه الناس تراضوا على برنامج واضح للفترة بتاعت 3 سنوات. أفتكر ما بيكون في مشكلة تانية إذا توفرت الإرادة بين الطرفين. في تحديات وفي صعوبات حتواجهنا في مقبل الأيام، لكن أنا على ثقة على أن الشركاء السياسيين من المجلس العسكري ومن قوى الحرية والتغيير على قدر من الرشد أنهم يتجاوزوا كل الصعاب والتحديات وننتقل لمرحلة جديدة. بالتأكيد كل طرف لم ينل ما يريده، ولكن هذه عملية سياسية في المقام الأول، الأطراف تتوافق على ما يرضي الطرفين. يعني هو ده أول خطوة في التغيير نحن خطيناها، هي ضب سقطت وبعد السقوط في خطوات. نحن قلنا الحرية والسلام والعدالة، نحن هسه حاليا احتمال نكون نوعا ما نلنا الحرية، بعد المفترض يتحقق السلام، بعد ذاك العدالة اللي حتقع للمجتمع السوداني كله، يكون في عدل ويكون في فرص متساوية ويكون في مساواة في الحقوق والواجبات، والمواطنة تكون على أساس المواطنة ما على أساس الدين ولا العرق ولا اللون. شكرا لكل المستطلعين. أستاذ جمال، يبدو الشارع يعني هذه عينات من الشارع السوداني، يبدو الشارع عموما للمشاهد والمتابع من وقد أنك تابعت خلال يعني تحركك أن هناك احتفالات ولو يعني خجولة، لكن الشارع يبدو متفائلا بهذا الاتفاق الذي تم بعد حالة يعني الكبت هذه التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية. طيب عموما قوى إعلان الحرية والتغيير بدأت تغير خطها، ألغت طبعا ما كانت تدعو إليه من عصيان مدني ومن إضراب في كان مفترض أن يكون في 13 و14 من هذا الشهر، ويعني بدأت تتحول إلى العمل السياسي، عقد اللقاءات المفتوحة، المنتديات. كيف تقرأ هذه الجزئية؟
هذا أمر مهم جدا بعد يعني توقيع هذا الاتفاق وبعد يعني بعد سقوط النظام البشير والثورة الشعبية لابد أن يكون هناك عمل سياسي، والعمل السياسي مفترض أن يكون عملا ضخما بقدر التحديات التي قامت من أجلها الثورة. ولكن التساؤل المهم جدا يعني هل ستترك قوى الحرية والتغيير المجلس السيادي ومجلس الوزراء أن يعملا من أجل تحقيق رفاهية الجماهير ومن أجل تحقيق أهداف الثورة كما ذكرناها الاقتصادية والأمنية والسياسية، أم أن يكون لها بهذا التوجه الذي توجهت إلى لجان الأحياء وإلى التعبئة السياسية، حتكون هل هي نصير للحكومة أم هي ضد الحكومة؟ هذا أمر مهم جدا جدا. وهل ستترك الحكومة في أن تعمل من أجل تحقيق البرنامج الذي قامت من أجله، وهل بالضرورة أن يكون هذا البرنامج هو برنامج الحرية والتغيير الذي كانت قد طرحته في مسودة الدستور وقالت أنه هذا هو برنامج الفترة الانتقالية؟ لا تتوقعون أن تبدأ منذ الآن قوى إعلان الحرية والتغيير في الاستقطاب الشعبي وتستفيد من هذا الإنجاز الذي تحقق بالتغيير من حقها المكاسب؟ طبعا بالتأكيد يعني هذه الفترة الانتقالية هي فترة للاستقصاب السياسي، ولكن بالتأكيد لن تعمل قوى الحرية والتغيير ككيان واحد، ستعمل وفق أحزابها. نحن نعلم أن قوى الحرية والتغيير كيانات متعددة، يعني في الحزب الشيوعي حيعمل من أجل الحزب الشيوعي، حزب الأمة حيعمل من أجل حزب الأمة، حزب الاتحادي الغير مشارك في الحكومة حيعمل، الحزب السوداني الاتحاد السوداني يعني حيعمل، يعني كل الأحزاب حتعمل لصالح أوراقها إذا ما سمى، وهذا حقها خلال الفترة المقبلة. يعني هذا التحالف وزيادة قواعد استعدادا للانتخابات، هذا التحالف لن يكون تحالف، لا أتوقع أن يكون هذا التحالف هو تحالف انتخابي، وربما كان تحالفا ثوريا وقد انتهت هذه المرحلة من الثورة وتشكلت الحكومة الانتقالية، فربما هذا التحالف سيتفرق يعني وكل حزب يذهب إلى ترتيب أوراقه والمنافسة في الانتخابات من أجل أن ينال أكبر قدر من المقاعد حتى يحقق، خصوصا أن الفترة فترة تعتبر طويلة، يعني فترة مناسبة جدا لزيادة القواعد يعني العمل على الاستقطاب الكبير. طيب الفريق البرهان زار يوغندا، هذا في إطار زياراته المتعددة إلى دول الجوار، لا أدري يعني كيف يمكن التعليق على زيارته إلى يوغندا صبيحة الاتفاق، هل لها أي ارتباط يعني هذه الزيارة ما أنها تأتي في سياقات مختلفة لم يعلن عنها؟ يعني بالتأكيد يعني قيادة المجلس العسكري والفريق البرهان والفريق حميتي قاما بزيارات متعددة لكل دول الجوار، ربما محاولة تهدئة القادة الأفارقة بأن التحول الذي يتم في السودان هو تحول حقيقي، بأن المجلس العسكري لا يريد أن يتمسك بالسلطة كما يعني يقال عنه وكما يعني يروج لذلك. وبالتأكيد يوغندا عندها كثير من الملفات، يعني معظم يمكن حركات العدل والمساواة لديها معسكرات هنالك، جبهة تحرير السودان لديها معسكرات في يوغندا. يوغندا لاعب أساسي، موسفيني واحد من الشخصيات المهمة في القارة الأفريقية أيضا، ربما وطبع علاقتهم مع النظام البائد في خلال الفترة القصيرة الماضية. طيب الفريق حميتي أيضا يعني هذا الرجل لديه جولات داخلية أيضا مقدرة، يعني يهتم بالحشد الجماهير ومخاطبة الجماهير، كان لديه حشد كبير مع في منطقة الحاج يوسف، يعني في أي إطار تأتي هذه الحشود؟ المجلس العسكري حاول أن يقول لقوى الحرية والتغيير نحن أيضا في الشارع ونحن أيضا لدينا السنة. طيب دعنا نسمع منه مباشرة. نعم. نسمع مباشرة من الفريق حميتي هذه الجزئية خلال زيارته ومخاطبة الحشد الجماهيري في الحاج يوسف ببحري. احنا يا اخواننا ان شاء الله حنخط النقاط في الحروف ونبدا مع الحكومه الجايه، اولويه الجماهير، اولويه للجماهير، المطلوب شنو؟ معاش الناس، علاج الناس، تعليم الناس، صحه الناس، البنيه التحتيه، المدارس، الطرق، ده المهم الان ان شاء الله، اي قرش حيمشي في محله. وبعدين يا اخواننا نحن برضو من الان ما وصلنا 3 شهور ان احنا اي حاجه مجد بنك السودان يا اخواننا. طيب تبعت يعني ما قاله الفريق حميتي، هو يتحدث هكذا بسيته، يعني يتحدث عن معاش الناس هو فعلا يعني ما يهم الناس، يعني هذه الثوره قامت وهذا التغيير الذي تم
بسبب الضغوط التي يعني عاشها الناس في معاشهم. نعم بالتأكيد. ربما يعني في بداية الحديث قبل أن نستمع إلى حديث حميتي كنا نتحدث بأن المجلس العسكري حاول أن يجد يعني سندا شعبيا، وهنالك بالتأكيد الكثير من الإشكالات صاحبت أداء المجلس العسكري وكثير من الاتهامات، وطالت كل أعضاء المجلس العسكري بما فيهم حميتي وقوات الدعم السريع. الرجل وجد نفسه محاصر، وجد نفسه ربما مستهدف إذا كان بفعل أو بغير فعل، يعني اتفق الناس حوله أو اختلفوا، هو كان يعني أصابته الكثير من السهام يعني عن أدائه، عن أداء قواته، عن التمدد العسكري الذي يتمتع به في داخل العاصمة الخرطوم والمظهر العسكري الذي تقوم به قوات الدعم السريع. لذلك رأينا في كثير جدا، يعني أنا صادفتني حتى بعض الحافلات مكتوب عليها يعني ترحيل المواطنين مجانا قوات الدعم السريع، إزعاف مكتوب عليه مش عارفة، إزعاف مجانا قوات الدعم السريع. حاول حميتي وقوات الدعم السريع أن يعني يجملوا من صورة صورتهم في الخرطوم، الصورة التي ربما يعني وجهت بكثير خاصة بعد فضل الاعتصام بكثير من النقد وبكثير من لا أقول الكراهية ولكن بكثير جدا من التحدي السياسي والأمني. لذلك هو يحاول أن يطمئن الناس وأنه جاء من أجلهم وأنه معهم وأنه سوف يعمل من أجل يعني ترقية المشاكل. شكرا لك الأستاذ جمال الدين علي الكاتب الصحفي المحلل السياسي على كل هذه القراءة التحليلية. هناك أيضا جزئيات يعني نتمنى أن نتواصل معك خلال الحلقات القادمة للتعليق عليها، وأهمها هو هذه يعني ردود الأفعال الدولية التي جاءت مرحبة من ألمانيا وبريطانيا وعدد من الدول العربية والولايات المتحدة وغيرها. عموما شكرا لك على كل هذه القراءات. شكرا لكم مشاهدي الأعزاء، انتهت حلقة هذا المساء من تغطية خاصة. ختاما تحيانا لكم والسلام عليكم.